صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ايه رايكم في الشياكه اللي على الصبح دي؟ ولا كاني نازله اصلا اعمل تنظيف بشره. النهارده هيبقى يوم جميل مع حد جميل بحبه قوي قوي قوي، وانتوا كمان بتحبوه قوي. عايزاكم تتوقعوا دلوقتي في الكومنتس، عايزه اخد رايكم في السلسله القمر دي عليها اسمي، وماسكه الفلوس بتاعه المترو من دلوقتي. يعني بصوا، وانا في البيت بجهز الفلوس بتاعه المترو. لبست لاول مره في حياتي طرحه بيضاء، دي مش بندانا سوري، دي طرحه بس انا مدخلاها جوه القميص. الاوتفيت ده متعوب فيه اقسم بالله، ولبست من تحت جيبه سودة كده. فبصراحه حبيت الاوتفيت ده جدا جدا. اكتبوا لي رايكم فيه في الكومنتس، ويلا بينا اخدكم معايا واحنا رايحين نعمل تنظيف بشره، وكمان هيبقى فلوج ممتع جدا يعني مع حد انتوا بتحبوه. هوريكم بس جمال الميك اب لوك السيمبل جدا اللي انا حاطاه. يعني شويه حاجات بسيطه كده بتفرق في الاطلاله الاخيره بتاعت بشرتنا. والناس اللي بتقول لي هو انت بتحطي ميك اب كتير، والله العظيم انا لو قلت لكم انا حاطه ايه مش تصدقوا. مهم، مش ببرر الكلام ده. خلونا بينا، يلا بينا ننزل دلوقتي، هلبس الشنطة وانزل على طول. صور الفيديو اصلا انا نازلة قبلك. انا ولبنى اتقابلنا دلوقتي. طبعا نسيت اقول لكم ان احنا اتقابلنا وعزام اخو لبنى واخويا انا كمان. احنا دلوقتي رحنا لمطعم الجمهورية تاني عشان نفطر ونعمل ايه تاني، ورايح اعمل تنظيف بشرة وعيني ورمة، ولبنى عايزة تاكل وهتقتلني، فاحنا هنقفل الكاميرا دلوقتي وناكل. ودلوقتي يا جماعة ماشية في الشارع، لقيت ده ايه ده؟ يعني انا ماشية في الشارع الاقي المنظر ده. ده اخويا على فكرة. ده اخويا. طيب اخويا عايزه لعبه، والله العظيم معايا بنت اختي، مع مش عارفه هي خطيبه اخويا. هو عايزين مش كده ليه؟ بغير لو سمحتي. خطيبه اخويا يا جماعه. تيجي تيجي بقى، يلا يلا من قدام. يلا تيجي من قدام. طيب لايت نزل عليه بس بقى، احنا مشهورين. قال انت مش مكسوفه، انا مكسوفه. قال له لا احنا اخوات. قال دي كسوه بعد اللي انت عامله ده، دي كسوه. فحياتي البائسه اني سنجل بقى، مش سنجل ابو عارف ايه ده. واخده اخويا مني يا جماعه، واخده اخويا وانجزاه وماشيه. طب ايه اللي احرق ده؟ طب يعني وراك عاطفي ده؟ طيب تعملي باي باي. طب انا قولوا قولوا العبير يا جماعه، وقولي له ياخد باله مني زي ما كنت انا بخاف عليه، وقولي له ياخد باله مني زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. طيب يا جماعه، عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي بعد ما خلصنا الاكل جينا نوصل اخو لبنى الصغير البيت يعني. ودلوقتي احنا رايحين فين؟ رايحين اعمل تنظيف بشره. يا رب المكان يبقى مفتوح اصلا والاضاءه عكس اصلا. طيب يا جماعه، انا جيت دلوقتي عند لبنى علشان اسلم على مامتها. اهلا بكم في اوضه المتعه. دلوقتي احنا رايحين فين يا لبنى؟ ايه رايحين فين؟ احنا هنروح نعمل الوش القمر ده تنظيف بشره. انا كده خلاص هو اتنضف كده. هنروح دلوقتي قبل بقى ما يقفل، في عرض جامد جدا كده في الحلميه. هتبقوا تشوفوا كل حاجه. اه بالظبط. فيلا نجري بقى احنا دلوقتي. طب اتكلمي. طيب ده منظر يا جماعه.
يا جزمة. ده بدل ما تقعدي تحبي فيا شوية. طبعا احنا عارفين ان عبير في كل حالتها حلوة الا بالمنظر ده. انا معكم من حادث الاخبار عبير جمال عبير بابا. خلاص تبصي يا جماعه، لا اله الا الله، تبصي للوش. ودلوقتي انا ما اعرفش مين معانا. طيب يا حلوين، واديني روحت. طبعا عايزه اقول لكم وشي بيزفلط كده من الفيتامين اي اللي انا حطاه. عايزه اقول لكم انا مش عارفه ازاي مشيت كده في الشارع. المهم شياكتي وانقتي كلها باظت. تعالوا دلوقتي اوريكم بالكاميرا الاماميه وشي بعمل ازاي، واحكي لكم عن تجربتي في تنظيف البشره. زي ما انتم شايفين كده ظبطت حواجبي وعملت تنظيف بشره. طبعا وشي بينور من النظافه، بس حاليا حاطه فيتامين اي على بشرتي علشان يدي نضاره اكتر. ف بصراحه هو المكان لطيف، مش انضف حاجه بس لطيف. هديكم ريفيو كده عن المكان، واديكم اقول لكم شويه حاجات اللي ما عجبتنيش فيه. اول حاجه اللي ما عجبنيش فيه، انا مش عارفه اذا كان ده حصل من ورايا ولا ما حصلش، بس هي اشتغلت في وشي من غير ما تغسل ايديها. دي اول نقطه. تاني نقطه، كنت بحس ان هي اصلا كانت بتكنس الارض، كانت بتنظف وبعد كده كانت بتيجي ايه تعمل وشي، فالموضوع ده كان قلقني جدا. تاني حاجه ان هي عملت لي حواجبي ووشي وبعد كده عملت لي تنظيف بشره. انا اللي اعرفه ان لازم الواحد ياخد بريك بعد ما يشيل شعر وشه، خصوصا لو بالفتله، وبعد كده يعمل تنظيف بشره. فانا سالتها في الاول قالت لي لا عادي، فدي اول نقطه. فانا خايفه يطلع لي حبوب. ايه تاني ما عجبنيش؟ يعني التعامل لطيف بس النظرات غريبه. دي شويه حاجات بس اللي ما عجبتنيش، لكن بقيه الحاجات حلوه. هي عملت لي كام ستيب، تعالوا اقول لكم. اول حاجه بعد ما شالت لي شعر وشي وكده وظبطت لي حواجبي، انا مش بشيل حواجبي، انا بس بشيل الزوايد اللي من تحت ومن فوق، هي مش متسرحه. هقول لكم بقى عملت لي اول حاجه، عملت لي في بشرتي حمام بخار، يعني جابت جهاز كده بخار في وشي. تمام، قعدت حوالي ربع ساعه كده. بعد كده عملت لي ان هي شالت الدهون اللي في مناخيري. لسه مش شايفه بصراحه في المرايه، لسه عايزه اركز في الموضوع ده. ما شالت ليش اللي هنا ومش عارفه ليه، بس هي شالت لي اللي هنا. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، مسحت لي بقى وشي بقى بقطن ومش عارفه ايه وكده، وحطيت لي الماسك الاولاني، وبعد كده غسلته وحطيت لي ماسك تاني. وبعد كده اول مره عملت لي صنفره، وبعد كده عملت لي تقريبا 3 ماسكات. كان واحد تقريبا ريحته لبن، والتاني كان فحم، والتالت كان عسل او حاجه زي كده. المهم ما علينا، غسلت بقى بشرتي وبعد كده راحت حطيت لي الفيتامين اي ده، وكنت ماشيه بيه في الشارع. فدي كانت الستيب اللي انا عملتها النهارده في تنظيف البشره. تعالوا اعلمكم النهارده طريقه سكراب وماسك هينضفوا ايدك جدا، وهيشيلوا الجلد الميت، وهيخلوا ايدك تلمع كده ولا كانك بشره بيبي. هنحط سكر وعسل وليمون، وهنبدا ان احنا نفرك ايدينا كويس جدا. ولو بشرتك جافه تقدري تستخدمي زيت زيتون، انا استخدمت زيت زيتون. وبعد ما غسلت ايدي زي ما انتم شايفين بقت ناعمه ازاي. عايزه اقول لكم ان انا ايدي متبهدله بسبب ان انا بتاثر جدا بالشمس، وايدي بتسمر جامد قوي من عند كفه، من عند الكف من قدام. فزي ما انتم شايفين دي كانت السكراب. بعد كده الماسك هنحط شويه نشا او دقيق، ونحط معاهم لبن بس كده. هي دي الطريقه، سهله جدا، وهنوزعها على ايدينا. وعايزه اقول لكم الماسك خرافي زي ما انتم شايفين كده، هو وزعته على بشرتي كلها. وبعد كده هنغسله بميه فتره وشوفوا النتيجه.